لم تجد صحيفة الديلي ميل البريطانية لقبا أفضل من الوحش يناسب مديرة سجن النساء في البحرين مريم البردولي. تقول إحدى المعتقلات: لا أعرف لماذا كلما قرأت وامرأته حمالة الحطب أخالها مريم البردولي، فهي تحمل حطبا وبغضا وغيظا ولا يرتاح لها بال إلا حين تزيد ظلام السجن عتمة بوحشيتها معنا. المنظمات الدولية والحقوقية اللي دائما يجونا في زيارات معلن عنها وغير معلن عنها. في سبتمبر العام الماضي قامت البردولي بضرب المعتقلة هاجر منصور وهي مكبلة اليدين بسبب تصريحات لصهرها في البرلمان البريطاني عن أوضاع سجن النساء، كما أشرفت البردولي على تعذيب أخريات وتهديدهن بالمزيد في حال تحدثن عن أوضاع السجن في الخارج. ومنذ ذلك الوقت حرمت السجينات من الزيارات العائلية، كما حرمنا من ممارسة الطقوس الدينية. تدير البردولي سجن النساء وتأمر بممارسة أقصى الإجراءات القمعية بحق السجينات على خلفيات سياسية. تهديد مستمر، معاملة حاطة بالكرامة، استحداث قوانين عقابية بين الفينة والأخرى. المعايير الدولية اللي احنا المفروض ان احنا نمشي عليها. وحشية الجلاد الأنثى جعلته مطاردا بالعار في المنظمات الدولية والإعلام وحتى قبة البرلمان ومجلس اللوردات البريطاني. Laws and conventions in terms of allowing them access to their family and other medical provision. Could I ask the minister what independent assessment have they made of this particular case? غير أن الوحشية ليست حالة فردية، فهي تعكس سياسة الوحوش الحاكمين للبحرين. ووجه البردولي مرآة لوحوش ملطخين بدماء الأبرياء وضحايا التعذيب، ولهذا سارعت جوقة فواز الخليفة سفير الوحوش لوضع المساحيق التجميلية على تصرفات البردولي وطلائها بعبارات الدمقراطة وسيادة القانون، وقاموا بإرسالها إلى جهات سياسية في بريطانيا، ثم لحقتها الأبواق الخليفية في حملة إعلامية فاشلة، حيث أن تلك الجهود لا تغير من حقيقة الأشياء، فلا يمكن تحويل تصرفات الضباع إلى غزلان، أو تغيير أصوات الحمير إلى زقزقات العصافير وتغاريد الطيور. كل ابن والبنات بنات، بس أنا ما أعرف إذا صوتي يطلع زين في الإذاعة والله لا.